نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. يعني أنا اتخلقت أو هو خلقني علشان قصد. طبعا معظم الناس شايفة أنها اتخلقت بالصدفة، يعني لا، مفيش حد اتخلق بالصدفة، لأنه قال له قبلما حبل بك في البطن عرفتك. مسألة بالنسبة له مش زي ما احنا متخيلين من ضغطة الحياة ومقاسيها ومعاناتها ان يا ريتني ما كنت جيت، لأنه الإحباط واللي الإنسان بيشوفه في حياته بيخليه شايف اللا معنى واللا قيمة لحياته. لا، صدق كلمات الإنجيل أننا نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وابتداء من نقطة التصديق اتنقل للاكتشاف. يعني اعمل ايه عشان اوصل للاكتشاف؟ اسأل، حط نفسك قدام الرب وحط الهدف قدامك وقد على قدر ما انت مطيع ومخلص وامين انك توصل وانك تستسلم في ايده، على قدر ما ان الله لن يعدم وسيلة انه يكشف لك الخطة المجيدة اللي عايز يعملها في حياتك. احيانا نبقى عارفين ان لنا خطة وسمعنا من الرب، لكن واحنا ماشيين في السكة بننحاز الى العقل، الى الجسد، الى المنظور، الى السكة الخضراء، الى الراحة، الى منطق الانسان، الى اشياء بتشوش على اختياراتنا فبتوه مننا الخطة. امين هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، بل يعطي مع التجربة المنفذ. كل ما ايام التجربة بتزيد، كل ما الصبر بيزيد، كل ما الاحتمال بيزيد، كل ما ده بيذخر ثقل مجد ابدي وتعويض بيزيد. القصد بتاع الله في حياتك لازم يقول الى مجد مشترك. الله هيتمجد وانت هتتمجد معاه، انت هتمجد اسمه وهو هيمجدك معاه. شوف، السماء مش الارض، السماء الاول والارض هتزول، واما كلمه واحده وحرف واحد من كلامه لن يزول. انا الله القدير، سر اماني وكون كاملا. يمكنك المساهمه في الخدمه عن طريق التبرع عبر الطرق الاتيه: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 0-10-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.